أولا هويته الانفتاح على كل لغات. ثانيا لما تنقول لا توري فاز انا تنقول لا توري فاز ماشي لا توري فاز. باش نبقاوش نغرد عليكم باش نكون واحد شويه واضحين. فاس غرد عليكم التاريخ ديال فاس باش نعرفوه جميعا. حيت مشكل دا ما تعرفوش التاريخ ديال بلادنا. فاس كانت دائما موقع ديال تلاقى الحضارات والثقافات ومتفتحة على العالم. فاس هي اللي صدرت الحضارة الأوروبا وغيرها عبر جامعة القرويين اللي هي أقدم جامعة في العالم وخصنا نعتزو بها ونبقاوش نحقرو بلادنا. الله يجازيكم بخير. إذا حنا بالنسبة لنا فاس اليوم مقبلين على تشييد جامعة البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. فاس الآن تم تصويت بالإجماع 43 دولة أوروبية بالجامعة البحر الأبيض المتوسط تكون في مدينة فاس واللي غيكونوا الطلبة من 43 دولة. إذا جميع المعالم التاريخية اللي كاينة في العالم غتكون بواحد الشكل في مدينة فاس واحد الشكل اللي هو مصغر. ثانيا فيما يخص واحد 99% من الشعب المغربي اللي تيشوف بعض المعالم في الخارج وما عنده إمكانية مسكين باش يركب حتى في الكار خصو لا بدا يجي حتى هو يشوف شارع مزيان ويشوف ويقول هذه راه كاينه في واحد البلاد ما خاصش يمشي يشوفها حتى يجي يشوفها. إذا ما يمكنش الإنسان ما يكونش ديمقراطي في طبعه وبقى يطلب الديمقراطية. طارد عليكم فقيد الشيء لا يعطيه. أنا لا فقدت الديمقراطية أنا كشخص هذا لا يزعجني هذا. لا راه باش جهة الديمقراطية اللي تدخل للواجهة واللي تنقولها واللي تيقولها العالم راه كنا محكومين بالإعدام. وفي واحد الوقت اللي خمسة الناس ما كانوش يقدروا يجتمعوا. في الوقت اللي حتى شي واحد ما كانش يقدر يهضر كنا تنهضروا حنا. حنا ما جيناش حنا غير هذا. ما جيناش ونزلنا ولهذا الناس الواقع الشريبة سي الواقع يا سيدي ما الواقع سي الواقع هو هذا سي الواقع هو هذا. وحنا ما جيناش هنا باش نتنافسوا حنا جينا هنا باش نتكاملوا فيما بيننا جينا باش نتكاملوا لان الازمه ديالنا هي هذه ما تنقبلوش الراي وراي الاخر حنا تنقبلوا الراي. قول الملاحظه ديالك نعطي الجواب ديالي قول السؤال ديالك ونعطي الجواب ديالي ونقنعوا بعضياتنا ولهذا هذا الشيء. وثانيا هذه المعلمه راه ما دارهاش المجلس البلدي او دارتها ميزانيه هذو مجموعه الصناع ديال فاس اللي قاموا بها مجموعه المجتمع المدني مجموعه الناس من عندهم ساكن صدور ديال الشعب ما دارتها لا ميزانيه البلديه ولا الجهه ولا ديال الحكومه بحال الاسود اللي تما في الشارع بحال الشارع الناس تطوع مع مدينتها هذا هو الواقع. والناس خدامه في الفيسبوك مليار ونص جوج مليار ثلاثه اقسم بالله ولا درهم. الساكنه ديال فاس هما اللي صنعوا داك الشيء والمساهمه ديال الناس وما نبخصوش المساهمه ديال الناس. ولهذا راه خصنا نكون واحد شويه في المستوى ديال هذا الوطن اللي هو وطن عزيز علينا جميعا وخصنا ننجحوا التجربه. اذا حنا كما تنأكدها باش نختم بنينا واحد الواجهه اللي كما الديمقراطيه الواجهه يلا نوض نتجندوا جميعا وتكون المشاركه ولا ما قدوكمش هاد الاحزاب راه كاين القانون تيخلق حزب ويخلقوا الشعب ما تخلقوش الاداره ماشي الشعب اللي كيخلق ويخلقوا الشعب انا تنقول لك يخلقوا الشعب ما تخلقوش الاداره اش اللي تنقول لك نوض الشعب يخلق حزب ما تخليش الاداره تخلقوا وهاد الاداره لما تخلق احزاب اللي تتخلقها مثقفين مع كامل الاسف اللي تنهضروا على الانتليجنسيه حاولوا علينا شويه. الاحزاب كلها عبر التاريخ تكونت داخل الاداره ومن مثقفين من اساتذه جامعيين ومن مهندسين ومن محامين ومن اطر ومن مهندسين. ما كانش مسكينه من المعطلين ومن الشباب المعطل والشباب اللي تيعاني من المشاكل. واش خصنا نفهموا ولهذا حديث تبارك الله ما تيقنطش من النقد. ودورنا هو هذا هو اننا نشاركوا ونساهموا في بناء بلادنا ولكن ماشي في المقر
لا، مع سياسة القرب مع الناس. وسمعوا الناس 99% ماذا تقول، و 99% شو رأيها، وش خصنا نوفروا لها من شروط. ولهذا حنا مع الإخوة في التوجهات ديالو، مع الشعب في النقد ديالو، وقابلينه. وهذا علاش نقولوا التصحيح خصو يبدا من داخل الأحزاب السياسية. ولهذا حنا أولا راه الإشارة للجميع، وتكون لقاءات أخرى، وتكون في جميع حتى المقرات الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني، ونفاسوا على بعضياتنا، لأن مسؤوليتنا جميعا، ونعيشوا في واحد الوطن للجميع. وشكرا.